pour discuter du niveau d'appropriation par les États des objectifs de développement durable et du rôle de la CPC dans ce processus, il est important de noter que l'agenda 2030 تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأطر الدولية حول حقوق الإنسان وهذه الأجندة ليست ملزمة وهنالك متابعة لتنفيذ هذه الأجندة من خلال اجتماع ينعقد في شهر يوليو تموز كل سنة في الأمم المتحدة وترتبط هذه الأجندة بمنتديات إقليمية تقوم بتحليل التقدم واقتراح الإصلاحات خلال المنتديات الإقليمية والمنتدى العالمي تقوم الدول بتقديم التقارير وهذا الطوعي وتركز في هذه التقارير على عدد محدود من الأهداف إذ لكل دولة 30 دقيقة تقدم خلالها التقدم المحرز وهذا يجعل العروض جزئية ولا يوفر الوضوح حول هذه الأهداف ولا يسمح للدول بأن تقدم بصورة حقيقية مدى التقدم الذي أحرزته بالنسبة لنا النشطاء في المجتمع المدني نحن دائما إلى جانب الدول والفاعلين في تنفيذ الأهداف وليس فقط ونقوم بالمتابعة وتنبيه الدول بالنسبة للالتزامات التي أخذتها دورنا يقضي بتحليل البيانات أعطاء الكلمة للمواطنين والتأكد بأن الالتزامات المتخذة يتم احترامها وأنا سأعطيكم بعض الأمثلة وسأرتكز على تقرير المجتمع المدني المؤسسي وتقرير آخر قام بإعداده فوروس عنوان هذا التقرير تقدم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وهو يتضمن ما قام به الحكومات وكذلك المجتمع المدني وسأرتكز أيضا إلى التقرير حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إذن هذا التقرير يقدم استنتاج شامل لتقدم التنفيذ وإنما هو محدود من حيث المعلومات التي تسمح بتحليل إذ أن أغلب الأرقام المقدمة تعود إلى بداية القرن أو آخر البيانات تعود إلى 2015 وهذا يعني أنه ما من تحليل دقيق ومحدث للتنفيذ تختلف الأوضاع من دولة إلى أخرى وفهم درجة تملك هذه الأهداف من قبل الدول والمجتمعات يجب أن ننظر إلى نواحي متعددة الناحية الأولى إدراج برنامج 2030 في السياسات الوطنية والأطر الوطنية هنالك دول كثيرة عام 2017 تربط بين سياساتها وأجندة 2030 وإنما لم يتم استحداث سياسات جديدة تتماشى مع الأهداف لكي تتماشى خصيصا مع أهداف التنمية المستدامة وما من سياسات شمولية تأخذ بعين الاعتبار عدة مواضيع تتشابك فيما بينها نحن المجتمع المدني نطلب من الدول أن تدرج أولويات برنامج 2030 في السياسات الوطنية ووضع خريطة الطريق ونطلب أن يربط كل هدف التنمية المستدامة بالأطر الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان هنالك أيضا القيادة في الحوكمة وفي الآليات المؤسسية
بعد 3 سنوات من اعتماد أجندة 2030 هنالك عدد متزايد من الدول التي وضعت آليات، شكلت لجان تكون في بعض الأحيان تحت وصاية الوزارات لمتابعة هذه الأهداف، وفي بعض الأحوال هنالك إشراك للبرلمانات وإنما إشراك غير الرسميين أي المجتمع المدني ما يزال محدودا. تتم دعوة المجتمع المدني لمعالجة مناقشة بعض المواضيع وإنما لا دور لهم في اتخاذ القرار أو ممارسة قيادة. نحن نطلب إدراج رسمي للفاعلين غير المنتمين للدولة في هياكل الحكمة التي تساهم في إدراج نهج لمجتمع لكافة المجتمع. بالنسبة لتحليل أوجه القصور، إن الدول لا تقدم ليست دقيقة في عمليات التقييم. نريد أن نعرف المزيد حول البيانات التي يتم الاعتماد عليها من أجل وضع السياسات وتنفيذها. نحن نريد هذه البيانات ولما لا تستكمل ببيانات تقدمها هيئة البحث أو المواطنين، ونحن من أجل ذلك نطلب تقييم السياسات، توفير بيانات مرجعية من وأن تكون العملية شفافة في إطار أجندة 2030. ونطلب أيضا أن تعمل الدول استنادا إلى إثباتات وأرقام. أما التكامل ما بين السياسات والترابط ما بين هذه السياسات، كما سبق وقلت لكم عندما تتكلم علنا الدول في المحافل الدولية فتقوم بذلك حول عدد محدود من الأهداف وتقوم بذلك بشكل جزئي بسبب الجزئي، ولا يسمح لنا ذلك بأن نحلل أو أن نستعلم حول ترابط ما بين الأهداف والترابط ما بين السياسات الداخلية والأجنبية، فلا نعرف ما هو تأثير ما تقوم به الدول على دول الجوار مثلا الدول أو الدول الشريكة التي تتعامل معها، وهذا أمر مسيء إذ أنه لا يسمح فهماً وتكاملاً لكل نواحي الأجندة. هنالك قلة من الدول تقدم في تحليلها وتقاريرها برامج تتعلق بمؤتمر باريس أو غير ذلك. نحن نطلب أن يتم تفصيل أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الروابط مع السياسات المحلية، وهنالك مسألة مهمة وهي تتعلق بالتزام الأطراف المعنية ومسألة متابعة أهداف التنمية المستدامة. نحن نتكلم عن الدول ولكن في ديباجة أجندة 2030 الدول ليست هي وحدها المسؤولة، هنالك الأطراف من غير الدولة التي لها دور يجب أن تلعبه وهي قادرة على ذلك، ولا سيما في إيصال صوت المواطن، وهذا أمر لا يتم حتى الآن. في تقارير الدول غالبا ما تتم الإشارة إلى استشارات تتعلق بتحديد الأولويات أو إعداد التقارير
سنوية، وعندما نحاول أن نتعمق فلنجد تفاصيل بخصوص هذه الاستشارات والنتائج والتأثير الفعلي لغير المنتمين إلى الدولة في هذه العملية. هذه التقارير لا تشير إلى البيئة المناسبة للمجتمع المدني. نحن مدركون أنه في دول كثيرة الصياغ بالنسبة للمجتمع المدني يفرض ضغوطا ولا يسمح بتنفيذ أهداف أجندة 2030 على هذا المستوى. رغم كل ذلك يسرنا أن نعلم بأن المجتمع المدني يعبئ جهوده على كل المستويات المحلية الوطنية الدولية، وهنالك منظمات غير حكومية تولد في عدد كبير من البلدان، وكل مرة تقدم دولة ما تقريرا رسميا للأمم المتحدة فإن ائتلافات من المجتمع المدني تقدم تقارير مضادة لدحض ما يرد في هذه التقارير. بالنسبة لإشراك الفاعلين من غير الدولة، نحن نطالب بالتشاور مع الأطراف المعنية المحلية، ويمكن أن يتخذ هذا أشكالا مختلفة، ونحن نطلب أن يتمكن المجتمع المدني بأن يشارك في الاستشارات وعمليات التقييم ومتابعة تنفيذ أجندة 2030، ونطلب أيضا مساندة لالتزام المجتمع المدني مع التركيز على تطوير قدرات هذا المجتمع لكي يلعب دوره كممثل للمواطن. نحن في الوقت الحاضر مضطرون لقبول الآلية الوحيدة وهي الآلية الرسمية، المنتدى السياسي رفيع المستوى، وهذا يسمح لدول لا تحاسب على جمودها وعدم تقدمها في العمل على أجندة 2030. نحن كمجتمع مدني نسعى دائما للإعلام، إعلام مختلف المعنيين في المجتمع المدني، ونسعى إلى تحقيق تحالفات مع أكاديميين، مع القطاع الخاص، لكي نستند إلى بعضنا البعض ونمارس الضغوط على الدول لكي تحترم الالتزامات التي اتخذتها من أجل تنفيذ أجندة 2030.